نعم أعزائي متابعي ومتابعي شاشة حقيقة دولية، نحن اليوم معكم من مكان آخر في محافظة جرش، منطقة همتة التابعة إلى قضاء برما. هذه المنطقة يعني بحاجة إلى توسعة جزء بسيط من هذا الشارع، والذي يبلغ حوالي 500 متر فقط، لكن هؤلاء الخمسمائة متر هذولا عفوا يعني ضيقة مكسرة، ومواطنين أفادوا أن هناك الكثير من الحوادث في هذه المنطقة. للإطلاع أكثر على هذه المنطقة معنا عدد من المواطنين الذين يسلكون طريق هذا الطريق يوميا. تعرفنا عن نفسك شيخ وتحدثنا عن هذه الطريق. بالله والصلاة والسلام رسول الله، أخوك بالله أبو المعتز بالله مصطفى محمد أحمد البرواوي. والله هذه هاي طريق صعبة جدا، وبيها مطبات وضيقة، وبصير عليها حوادث كثيرة. والله ابني طلع بسيارته وساوى حادث عليها. يعني نطلب من الله ثم من المسؤولين توسيع هاي الطريق وتعبيدها بالسرعة الممكنة، مساوي عليها حوادث كثيرة. سهيل عبد الحميد علي. بالنسبة للطريق هاي يعني كل مسافتها 500 متر، يعني هاي الأرض يعني على الواقع قدامكم بينة، جوار مطبات، طريق ضيقة، بدك سيارة ثانية يا بتبنك بدك تقلب يا أنك بدك تطلع برا الشارع، يعني كل مساحتها 500 متر، يعني مشاهدة العجلان بالطريق، كوربات حادة، مطبات يعني شيء لا يوصف، وعد حوادث صارت على نفس الطريق هاي. هاي الطريق كل مساحتها 500 متر تقريبا، طريق مكسرة، وصار عليها حادث سير قبل فترة هون، يعني صار بيكسور وصار بكذا، ويعني يردك عليها مطبات كلها يعني لا تتجاوز ال 500 متر. والله يا سيدي قبل فترة هون على نفس الشارع هذا صار حادث، توفى على الطريق بسبب يعني ضيقها ابن أخو اللي عمره حوالي 4 سنوات، وكل بنعاني من نفس عظم الله، الله يبارك فيك، ونعاني يعني من ضيق الطرق، وفي هون المنازل ماخذين تعويضهم ومحققين حالهم إعاقة يعني بهالموضوع هذا. قديش مسافة الطريق هاي أخي الضيقة اللي فيها حوالي 500 متر بس. 500 متر مساويتنا يعني عبء كبير، يعني الطريق بصير عليه حوادث دائما وبدل. احنا يعني لولا ان اهالي البلد يعني من برا لما يجي واحد بقعد بجوز حوالي 3 ساعات لما يصل برما من ضيق الطريق. شكرا يعطيك العافيه. امتداد للشارع الرئيسي طبعا الواقع ما بين منطقه الجزازي ومنطقه برما منطقه همتة، طبعا هذا تم تعويضه من حوالي 25 سنه، وتم استملاكه من قبل وزاره الاشغال 30 متر، وللأسف الشديد مع عرض 30 متر. نعم نعم عرض 30 متر طبعا تم استملاكه ودفع. أنا أشاهد فقط 4 أمتار سيدي، لا يتجاوز 4 أمتار. نعم. كوربات خطرة، جور، حفر، مطبات، يعني ما في يوم إلا بيصير عليه حادث، وصار عليه حالات وفاة، وفي مباني طبعا عدد 2 تم تعويضهم من قبل وزارة الأشغال العامة من تقريبا حوالي 25 عام. يعني احنا شو ذنب المواطن، يعني شو ذنب المواطن اللي كل يوم بيعاني صباحا ومساء، بيعاني من الكوربات والمنعطفات الخطرة، شو ذنب المواطن انه والله في انسان مواطن قبض تعويض البيوت ولا زال بعده جالس فيهم؟ هاي اجراءات حكومه يا اخي، ما شو ذنب المواطن؟ يعني معاناه كبيره جدا، وانت بتعرف المنطقه قضاء برما من اجمل المناطق في المملكه، اما للاسف الشديد رغم المخاطبات ورغم زيارات لمعالي الوزير ورغم كتب رسميه دوناها للوزاره وعطوفه المحافظ بالصوره، ولكن لغايه الان ما في انجاز للاشغال العامه في قضاء برما، بالاضافه لشبكه الطرق الزراعيه. اخي لو انك تمر وتشوف شبكه الطرق الزراعيه متهالكه جدا، عفى عليها بجوز من 20-25 عام لم تقوم وزاره الاشغال العامه والاسكان في صيانه هذه الطرق، بالرغم من مخاطبات وزاره الاشغال، بالرغم من المخاطبات وبالرغم من شكاوى المواطنين، وبالرغم يعني وكانهم الناس هذولا ما بسمعوا. ما بعرف شو السر يا اخي، لانه فعلا يعني الانسان جلاله الملك يطول لنا عمره، هو بهمه المواطن انه أينما وجد يأخذ حقوقه ويكون مرتاح ويكون أموره كويسة، وللأسف الشديد وكأنهم لا يسمعوا نداء المواطن ولا يعملوا برؤى جلالة الملك. هذا شيء معيب جدا. جلالة الملك بده كل إنسان في الأردن يأخذ حقه يا أخي. أنت شايف أخي بعيونك يعني سيارتين ما بيقدروا يلتقوا بالطريق، سيارتين ما وفيات
يا رجل والله أكثر من حالة وفاة صار على هذا الطريق، ولا حياة لمن تنادي. فإحنا من ناشد جلالة سيدنا، لأنه والله يا أخي جلالة سيدنا بيحب كل إنسان يأخذ حقه، وجلالة سيدنا بيحب كل مسؤول يكون بالميدان ويزور المواطن أينما وجد في كل محافظات المملكة، يطبقوا رأي جلالة سيدنا وييجوا يتفضلوا ويشوفوا الشارع ويشوفوا المصائب اللي والمعاناة اللي بيعانيها أبناء قضاء برم. جعفر فرحات من منطقة الجزازة، أنا شاهد عيان، يعني شاهدت السيارات وصارت حوادث وصار وفيات أمام يعني واجهة الجزازة من يعني من هذا الشارع مقصر، ورغم المطالبات الحثيثة وأجا مدير الأشغال هون وشرحنا له الأمور، هذا القضاء 20,000 يعني مواطن، ويعني هذا الشارع باتجاه إلى محافظة دير علا، وهذا الشارع يعني كل المواطنين يعني يناشدون في هذا الشارع. وأنا كمان جعفر فرحات وجميع أهالي الجزازة والمجدل وخشيب وقضاء برمة نناشد جلالة الملك في حل هذا الموضوع الذي مضى عليه مطالبات كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم أعزائي متابعين شاشة الحقيقة الدولية، استمعتم إلى آراء المواطنين الذين يقطنون في هذه المنطقة. هذه المنطقة يعني الجزء هو حوالي نصف كيلومتر فقط، يعني غير مكلف على الدولة أن توسع هذا الشارع ويعني تريح أهل هذه المنطقة من هذه المعاناة. كنا معكم من الحقيقة الدولية، عيسى المقابلي، محافظة جرش، بلدة همتان.